تفضل. صباح الخير استاذ ابو طه. صباح النور، هلا حبيبي، تفضل. استاذ ابو طه، بس بدي اقدم على مغادرة اليوم. لا لا لا، مغادرة مرة واحدة؟ ليش؟ والله استاذ ابو طه، يعني ابني بالمستشفى وبدي اروح اطمن عليه. وانت صرت تشتغل دكتور جديد يا معن؟ لا استاذ، انا عندك موظف هون. تعرف انه انا مش شايف في فايدة لكل روحتك هاي؟ بعدين شوف لك واحد تاني يروح بدالك، والدكتور بيشتغل شغله وانت بتشتغل شغلك. يلا حبيبي، روح 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 كمل شغلك، الله يعطيك العافية. بس استاذ يعني ال خلص، روح روح كمل شغلك، خلص حكيت لك. أنا بحمي موظفين من العالم الخارجي، عدم المؤاخذة إذا الموظفين بدهم يطلعوا رح يصرفوا، وعدم المؤاخذة كل راتبهم 150 دينار، شو ولا شو بده يكفي؟ يعني بصراحة أستاذ أبو طه، أحسن إشي صار للشركة، يعني من لما إجا الأرباح فوق 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 والرواتب تحت. أستاذي، لاحظت بهذا المكان أن عدد الموظفين شوي، هل يكفون؟ هل شو؟ يكفون؟ أنا المفروض عندي هون في القسم يكون في 25 موظف، أنا فخور جداً إنه بقوم بكل الشغل بمشي بس بخمس موظفين وعندي واحد متدرب. أستاذ أبو طه. نعم. ما عن نط من فوق السطح. الله يسامحه، شو صار له؟ كسرت رجله. هالخبيث معن مصر يشوف ابنه في المستشفى. طيب بسيطة، مش مشكلة، بترن لي عليه وبتقول له يداوم بعد بريك الغداء.